هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وهوسه جديده. طبعا بنات جوز هاي انتو اول مره تشوفون المطبخ مالتي بهاي الهوسه. بس شنو اقول لكم بنات، اليوم كان واهسي تحت الصفر، حرفيا تحت الصفر. اليوم كان واهسي ومن ورا الحر، لانه الكهرباء كانت ماكو على طول اليوم، يعني تجي وتنقطع والسحب كذلك. وما احكي لكم بحيث ما اقدر اقوم من الجو الحار، على قد بس قمت سويت اكل وبعدين رجعت وراها قمت سويت همين عشاء وبقت على نفس الهوسه. تخيلوا سويت غدا وعشاء على نفس الهوسه لاول مره بحياتي. يعني بالعاده تدرون بي مستحيل احب اكون مواعين علي، يعني هذا الشيء كلش ينرفزني وكلش اشقد ما طاقتي صفر يسويها تحت الصفر لما اشوف المطبخ مالتي بهاي الوساخه. بابا حتى الطباخ يو كل شيء كل شيء وسخ. طبعا هنا حتى سلق الذره هسه بعد طفح الكيل، بعد ماكو بعد ماكو مفر خلاص، حتى الجو بعد حار. فش راح اسوي؟ راح اجيب البنك احطها يمي بالمطبخ. وهسه تقريبا بنات الساعه 2 بالليل. حتى خطايا زوجي هالقد ما شافني اليوم كلش كنت تعبانه، وتعرفون واحد لما ما لواهس وتعبان يصير بيه خمول وكآبه وما اعرف شنو اليوم، وكلها التفت علي. فخطايا زوجي ما قبل الاخر لحظه هم شلبيه يقول لي ما تقومين تنظفين، باكر عود نظفي، يقول لا تقومين هسه تنظفين، نامي وارتاحي. عشان قلت له ما اتحمل، قلت له من اشوف هذا المنظر، قلت له من اقوم اشرب مي واشوف المطبخ، قلت له شي ما اعرف شي صار بي انه بيتشي اضوج بالزايد. عاد والله هسه سويت، سبحت ابني وبدلت له على مود شنو، خليته ينام. قلت انا مود من اقوم اشتغل اشتغل براحتي، ما اقعد اركض ورا وهاي الامور. فهسه شنو ارد اسوي؟ هاي شي الحركه السحريه على مود هيك قبل انظف المطبخ. اليوم صراحه ارد اسوي تنظيفات. طباخ ضع بنات، خليك اقرب تشوفون الوساخه اللي هنا. هاي تقريبا صار لي اسبوعين هيك شيء، انا ذني ما جالفتهم هذني الصيامه مال الطباخ، وهمين دريت اجلف الفرن مالته واريد اجلف هاي كلته بمزيل الدهون، اريد اشتغل بيه براحتي. مثل ما تشوفون شلون لمعت الطباخ تلميعه، طبعا هو والفرن جلفته كليته، حتى هاي جلفتها. وهنا طبعا المطبخ مثل ما تشوفون قبل وبعد. طبعا هاي الشياش مثل ما تشوفون فرغتها وجلفت الشياش اللي هناك وشريتهم. بصراحة كل شيء ما خليت ما جلفته، حتى الكابسة جلفتها. وخلي اشوفكم هنا الغراض، الخواشيد نقعتهم كلتن بصراحة بالقاصر. شوف شلون صارن يلمعن رجعن جديدات، لان قعدتهم كلهم بصراحة بالقاصر بحيث رجع لونهم يخبل، لان تعرفون كلية هاي مال الشاي وهاي الامور، فصايرات هيجي بيهن صفر. وهاي جلافتهم، يعني كل شيء كل شيء جلافت مثل ما تشوفون، صفتهم على هذا الميز على مود باكر شنو اقعد اصفيهم وياكم. هاي طبعا حتى ذني جلافتي كل شيء احبهم، ذني الفخارات احط بيهن ملح وفلفل اسود، يعني احطهم يم 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 الطباخ احتاجهم. وهذين الجعلب شفتهم بصراحه نظيفات، فبس مسحتهم كنت ما يحتاج جلف، مسحت الكاونتر هاي الامور كلها بنات نظفت. مره ثانيه طبعا بنات عرفت الغراض كلها تنشف الثاني يوم. شنو هسه قعدت اريد اصور يوقي لابني، طبعا بالعاده يوسف فيني يقعد من النوم ياكل بيضه وانا ما اتريق، هاي حذر مرات اتريق ومرات ما اتريق. طبعا هاي صار لنا شهر زوجي كله من هذا الخبز ياكل هو ويوسف، يقول كلش خفيف وهاي الخبز اللبناني، يعني اذا نجيبه بمكان الصمون بصراحه يقول الصمون كلش ثقيل. شنو هسه انطق بيها يوسف بنات فيها همبرجره، يعني تشيل همبرجره راح افتفتها واطق طيما واطق فوقها البيض. طبعا هذا تدرون بي الهمبرجر اللي استخدمه كلش طيب.
بردة لأنه كلش صار. فمن هاي طبعا البحر هم قالوا يبيها عم بزر. فصراحة جيت ملبيت لأنه أنا أدري ثاني يوم هم راح أجنبي. بس كشنو خليت كده شوية يعني جيت على مود يعني أقدر أطلع. وهاي كلش حبيت الغسالة على مود يعني لما أمسح جو مالتها ما تتوسخ بسرعة. طبعا بعد مثل ما تشوفون أنا هنا غاسلة البرانس مالتنا. فشنو هسه امسك الوجبه مال البرانس راح اطلعها وراح احط بمكان هذين البردات. الحين طبعا بنات لانه بيت تخيل والله بنات كل اسبوعين اني اغسلهم. اي حبيبي كل اسبوعين اني اغسلهم لانه يصير بهم نسخام وتعرفون اني حاطتهم بالمطبخ يعني الدهن وهذا هاي الامور. بس شنو راح احطهم بالغساله لما تستعمل كل كلش طيب عبالك شلون الباسترما. شوف الهمبرجر ما احكي لكم عاف البيض واكل بس الهمبرجر هاي لو ادري ما من قضيتها على مود يستفاد من البيض. هذني ليلى بشلون صار النظيفات. طبعا شنو هذني صار الفارغات اريد اجيب شغلات جديده واعبيهم. بقى ثاني هاي المكرونه حطيتها بهاي العلبه وهاي هنا رجعت حطيت كراتي وهاي مثل ما تشوفون من البردات قربت تخلص ما بقى مباشرة دقيقتكم ان شاء الله تكملين. حطيت فيها قاصر على مود تطلع بيها. هذني على مود ابدي اجلف الجباك شنو اجلف الشباك واجلف الباب مال الحوش على مود شنو بين ما يعني تكمل البردات اكون اني قبل اعلقهم لاني احب قبل اعلقهم يعني بدون ما اخليهم يفن. بنات هاي الاسفنجه صار بيها هيك من القاصر ذبيت عليها قاصر وهي لونها ازرق وكان تقطر. شوفولي بنات البردات شلون صاروا غسلتهم. طبعا بنات حتى الباب كلها جلفتها وهسيج ما احكي لكم بس ريحة القاصر من البردات هسه هيك يلا انا ارتاحت. شوفوا بنات ساعة بيش سنتين ونص. شوفوا بنات اني خذت قاعدة اللي هي ما اشتغل كل شيء سوي لانه قبل بصراحة احكي لكم بنات اول ما تزوجت يعني كنت مثلا ما اسوي حملة واجي بيوم واحد تخيلوا انظف كل شيء بردات والحياطين والشبابيك والمطبخ والغرفة والهول والتخم. والله العظيم بنات يعني على مدار 24 ساعة دا اقصد اني شغل اقعد ثاني يوم متكسرة يعني حرفيا متكسرة وما اتوب من هاي السالفة يعني فترة وهم رجع عيد نفس السالفة يعني حتى قبل لا اتزوج يعني من كنت ببيت بنات شنو حتى من كنت ببيت اهلي انا نفس الشيء يعني اضل ما اشتغل وراها اقوم كومه وحده اخلص كومه شغل وكلش اتاذى بصراحه لحد ما هسه قمت اقتنع انه خلاص ما اخلي الشغل كلي علي بيوم واحد يعني ثاني شغل المطبخ صار علي بصراحه بيومين
يوم واحد كملت كل هاي الشغلات اللي انا واقفه على السينك جلفتهم. الكاونتر انا بصراحه من الداخل كله منظفته، انا هذا كله منظفته مجرد بس مسحته من برا. وش سويت بالله بعد هاي؟ هذا اليوم واحد. باليوم الثاني شنو سويت؟ نزلت البردات، غسلتهم وغسلت الثلاجه من الداخل، وهم رجعت مسحه ثانيه للبراد حتى كل شيء صار. بعدها بنات الغساله صفيت كل الملابس، بعدين بصراحه نظفت الغساله. هم شوفوا بنات همينا مسحتها ونظفتها حتى من الداخل، ونظفت الفلتر مالتها. بعد كل شيء ما عندي، يعني حتى الفوق صراحه نظفت الراد اكيد همينا صار نظيف. فشنو البنات، مثل ما قلت لكم لا تذبون كل شغلكم بيوم واحد، قسموا الشغل مالتكم، سووا بيومين ثلاث ايام، شوفوا حسب انتم راحتكم. المهم يعني يعني مراكم الشغل كله تعالي. فثاني شنو بعد بنات بقالي؟ بقالي الحياطين مال البيت، مال الهول، مال المسلق، مال المطبخ، يعني هذا انا بصراحه الحياطين مالتي مو وسخه نظيفه، بس تعرفون هاي مرات التطبيعات مال يوسف هاي لازم واحد يركز عليها ويمسحن. همينا بالقصر فاشن بنات، قلت باكر بعد هسه لانه تعرفون سويت غدا وسويت عشاء وتعرفون رجعت سويت عصير، فصارت هواي شغلات يعني مو بس تنظيف، وصفطت ملابس وغسلت ملابس. هاي الامور كلها بصراحه ما صورت لكم اياها لانه اصلا تليفوني صار ذاكرة ماكو، فشنو وقفت التصوير وقلت خلي أنا أكمل شغلي بعيدا عن التصوير، وأني بعدين حسالف للبنات إنه أنا شنو سويت. فشنو بقالي شغلات بسيطة. بنات التاخر شي سويت، جريت الطباخ وجريت القنينة على مود اريد بصراحة اجلف اللي وراهم، لانه صار لي فترة هواية اني ما يعني ما جارتهم، فقط ادير ماي من جواهم. فهذا شنو ها طبعا جالفته وعلى مود اجلف الورا. وهنا أنا بنات اخر شي ورا ما جلفت القاع ونشفته لازم بوصلة ناشفة، يعني شبه ناشفة، وحطت عليها معطر على مود امشي بيها البيت كليته. وهسه بنات اقدر اقول انه اني كملت
كل شغل مال عيد كل فرحانة. وهسه بنات اقدر اقولكم كل عام وانتو بالف خير، يا ربي ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وان شاء الله يا ربي على جبل عرفات ويحقق كل امانيكم. اتمنى اكون اني اول وحدة عايدتكم. حتى من بنات اخر شي جدا عطر البيت، تدرون بيه الا اطفي الاضوية همينة. طبعا طلعت هاي القلبية بنات، هاي القلبية كلش احبها لانه باردة وويجي خفيفة وتكون كلش راهية، يعني بحيث واحد من يلبسها كلش يرتاح وياخذ راحته بيها. هنا بنات احب ان يكون الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا بنات الفيديو كان فوق الثلاثين دقيقة، بس اني حاولت اسرع واوصل لكم بهذا الشي، فاتمنى تدعموني بلايك وتعليق حلو مثلكم لانه كلش تعبت بهذا الفيديو. باي باي.